سفرة مع الحلوين دول. هلال عارفين خلف الدهشوري خلف نرمين دايما متأخرة ودايما نايمة ودايما مكسلة. عاملين ايه حلوين؟ اكسايتد؟ هنولع الدنيا هنولع الدنيا. وها قد اتت نرمين. حمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر. دلوقتي احنا في مرحلة التصوير على ذلك الممر. ده اللي بيثبت انك دخلتي المطار. انت ممكن تصوري من بره لكن ده يثبت ان انت خلاص عديتي. ولا ايه ميار؟ انا هنا اهو. اخيرا المطار نفسه تحفة. صدقيني جميل. بس انا ما بحبش السفر عشان الطيارة. بس احساس ان احنا هنسافر ده جميل. في اي حته مش مهم. والفكره كلها بقى من غير ما نلبس ونقلع وناكل ونشرب. انا وهي عندها عقد نفسيه. مفيش تحضير نفسي. ها وقد مررنا. هو مش قال لك الراجل في الكاميرا؟ فكك منه. ماشي اتكلم ليه؟ فكك منه. تعرفوها؟ ولا اعرف. ها وقد مررنا بسلام. الراجل بره قال لي ايه؟ ممنوع التصوير. مش عارفه قلت له عيني شلتها في الشنطه وصور جوه. One hour later. اخيرا وصلنا. ضيعنا الساعه انا وميار في كميه رغي مش طبيعيه. ما سيبناش حد لما اتكلمنا عليه. يا جماعه احنا ما طلعناش كلنا شبه بعض في الشكل. احنا طبعا حياتنا نفسها شبه نفس نفس الذات نفس نفس المشاكل مش شكلا بس كل حاجه. بدايه مبشره. انبسطتي يا مها؟ انبسطتي؟ ليه؟ معاكي بتقولي ضيعنا ساعة بقول لك ضيعتي مش حاجة. أيوة بقول ضيعنا ساعة في الرغي. أنا بوثق الموضوع. ما بوثقش رغي. إحنا الاتنين من كده. واحدة مفرهدة والتانية مفرهدة. ما كنا قاعدين في ستاربكس. أنا ومينو. إحنا التلاتة ومينو معانا. أخبار الرحلة إيه؟ نفس الاحساس اقسم بالله. لسه قايله الميار جعانه فعلا. لا انت كاول رحله تعبتي ولا حسيتي اوكي؟ طب ما هي بتطير بسرعه. لا انت حاسه فوق كده بس هي اصلا فوق طب وما تعبتيش بقى في تيك اوف ولاندنج وكده؟ اول مره بس. ها قد وصلنا الى مطار الغردقه الدولي. الحمد لله على السلامه يا بنات. الطلعه الجايه ان شاء الله. الطلعه الجايه ان شاء الله هتبقى بره الوطن. يلا خلينا نركب الباص. اوكي يا حلوين فاينلي وصلنا الاوتيل. اوكي تعالي ميار. ميار اهي عطلانة شويه ورا. الجو حر جدا 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 يعني مصدق نخش جوه في التكييف. كنت متخيله ان الجو مش هيبقى حر هنا بس فعليا حر. احنا ركبنا عربيتين. مها جت هي ونرمين في عربيه وانا وميار جينا في عربيه. هي مسقطه بقى بعدين ابتدت تعقد حواجبها. عقدت حواجبها من الحر. اوكي يا حلوين هنخش كده نعمل تشيك ان. مستنيين مها عشان مها هي اللي معاها الحجز. فهنخش نعمل تشيك ان كده ونطلع الاول وبعد كده نكمل كلامنا.
الاكسكرشن بتاعتنا تحت وطلعنا عشان ناكل لان كان ناقص قد ايه على الغدا؟ ربع ساعه. كان ناقص ربع ساعه فيدوبك نلحق ناكل على السريع. طبعا احنا ما لحقناش النهارده اي حاجه خالص ولا فطار ولا غدا فيدوبك نلحق ناكل على السريع فهسيبكم عشان اكل وبعد كده نكمل بقى. احنا عايزين ننجز ناقص ربع ساعه ويشيلوا الاكل فخدنا اي حاجه فكل واحد بقى كان هو نصيبه بس يا عيني نرمين نصيبها ما كانش لطيف شويه. خدت بس القليل من الكسكسي فكتم معاها نزل كده كتم يعني. هما راحوا فين دول؟ لسه ما خدوش البتاع. هما نزلوا ياكدوا الحجز بس احنا كنا بنحلي انا ونرمين كنا عايزين عليهم ما قدروش يحلوا. فيلا خلينا نطلع بقى الاوضه ونشوف دنيتنا فيها ايه. بقالنا ساعه في اللوبي عشان الحجز. اما خلاص تعبنا بجد خلاص بجد عايزين نطلع الاوضه. لسه مدينا المفاتيح دلوقتي. احنا بقالنا ساعتين قاعدين في اللوبي. دي حاجه مش لطيفه يعني ما بحبش الطريقه دي الصراحه. اللطعه في اللوبي دي سخيفه. بس فاينلي خلاص طلعنا او هنطلع. ده منظرنا. بهدلت على الاخر مش دي دعاء اللي كانت مسافره زي الفل. ريحه البحث عن الاوضه حاسه كده عارفين بالجو الهدوء وصدى الصوت ده حاسه اني داخله سبا مش بدور على اوضه. نفس الصدى الصوت ده. ابتدى فهدي يوحشني حاجات بسيطه حاجات بسيطه. 1 hour later. اوكي يا حلوين احنا جهزنا وده المايو بتاعي مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا بس ده شكله. هبقى اتصور لكم بيه احط لكم صوره بيه على انستجرام واحط لكم الصفحه اللي بعتته لي او اللي انا جبته منها تحت في الديسكربشن بوكس. ده شكله وجاي معايا بتاع كده بفيونكه. اكشلي ما بعرفش البس تيربن بس ما بلبسهاش بس غير في البحر وبس يعني. وهي بس كده النهارده بقى هنقضي اليوم انطلاق مع بعض لان اليوم تقريبا بيخلص ومفيش وقت للتصوير فاحنا هننزل شويه كده الميه وبعد كده نبدا معاكم بقى من بكره الصبح الفلوجات بتاعتنا لان النهارده اليوم طار جدا. الساعه دلوقتي كام يا ميار؟ 5. الساعه الان 5 يعني ما لحقناش نعمل اي حاجه واليوم بيطير. فيلا خلينا ننزل الميه شويه وبعد كده نرجع لكم. انا جمعتكم النهارده عشان مش فاضي بكره. اكشلي عندنا حاجات كتير نعملها. فده اجتماع النهارده يا جماعه ويا ريت كل واحد ياخد باله من شغله. مها ده اخر لفت نظر هديهولي. عايزه ايه؟ خدي بالك من شغلك. ولو سمحتي يا نرمين خدي بالك من رموشك. بالك من رموشي دول بلاستيك مش عارف يا جدعان ايه الكوميدي. وانتي يا ميار خدي بالك من الشنطه. يا جماعه انا محتاجه انوه لحاجه. الجانب الثاني من نرمين اللي محدش يعرفه. نرمين سمعتها متبهدله بحته ان هي واحده كسلانه وكده بس صدقوني نرمين كوميدي جامد جدا. اللي ما قعدش مع نرمين فايته كتير. اللي ما قعدش مع نرمين فايته كتير يا جماعه. هي بتقول الافيه احنا بس اللي بنضحك عليها ما بتضحكش. شكرا يا نرمين شكرا انك معانا. لا ثانية شكرا يا نرمين. اوكي يا حلوين خلاص احنا اتعشينا والمفروض ان انا نزلت انا ونرمين ندور على مها وميار لان هم نزلوا قبلينا عشان كانوا بيظبطوا حاجه تقريبا مشوا وراحوا ميكو سابوا. كانوا بيظبطوا حاجه في تحت مع اسمهم ايه؟ اسمهم ايه ريسبشن. ف راحوا فين؟ ايه رايكم انتوا في الاوتفيت بتاع النهارده؟ لسه البنطلون ده عن شيئاً يا رب تكونوا شايفينه عليه التوب ده والشنطه دي منين دي يا نرمين جابوها لي منين؟ مش عارفيش؟ مش عارف هما اللي جابوها لي يعني عشان ما كنتش لاقيه شنطه. بس يلا خلينا نشوفهم بيعملوا ايه او هما فين اصلا. والان الساعة كام يا ميار؟ العاشرة و13 دقيقة. الساعة 10 و13 دقيقة احنا بنتمشى كده في ممشى جنب الاوتيل. حظنا حلو الاوتيل الصراحة جنبيه الممشى. ممكن نعدي. الصراحة محلات بقى كده يمين شمال كده.
نتمشى انا وميار عشان مها رجعت الاوتيل بتجيب حاجه هي ونيرمين وجاي لنا. ايه مش عايزين تاكلوا سوشي؟ سوشي اهو اي خدمه. الله سوشي افري وير. سوشي افري وير. هناكل بره، احنا دافعين في الفندق والبورد هناكل اللي موجود في الفندق. اه بس الجو حلو قوي يعني. لا كنت خايفه يكون حر. المهم مفيش تلزيق. اه يا جماعه بصي على فكره الهواء سخن شويه بس مفيش. لا بس مش مفيش رطوبه. اه ما هي دي اهم حاجه. المهم يا حلوين فاحنا بنستمشى والجو هنا تحفه. وحاسين كده بلا مبالاة وعدم احساس بالمسؤولية بس في سيكة تأنيب جميل كده. سيكة بس بنحاول نتخلص منها. بنحاول نتخلص منها. حتة تأنيب فيها قد كده. انا عمال افكر يا ربي بيعمل ايه دلوقتي. نام على فكرة انا فهد عادي يعني قاعد عادي بيتفرج على يومه ماشي عادي بس انا بفكر في النوم. حقيقة كنت لسه هقول لك هو بلال هيفضل طول اليوم يلعب عادي. ايه وقت النوم دي مش انا بفكر فعليا في النوم قوي ان هو ما يجي ينام وانا مفيش ولمده 3 ايام انا مفيش. ف دي الحته اللي بفكر فيها. بس anyway مش هقعد بقى انف في ضميري. خلينا ننبسط. خلينا ننبسط. فرن لهم كده شوفيهم هم فين بدل ما احنا عمالين نتمشى. هنجيب اخر الغردقه واحنا عمالين نتمشى. The next day. يا صباح الفل. احنا بقى ايه لابسين ومتشيكين وفول ميك اب على الصبح. والله يا جماعه عشان التصوير يعني اكيد احنا مش هنحط الميك اب ده كله على الصبح ولا ايه ميار؟ بس احنا عشان هننزل بعد ما نفطر نتصور فقلنا نعمل ميك اب لابسه دريس. ابعت الصور هتلاقوها على الانستجرام. فالمفروض ان احنا نفطر دلوقتي وبعد كده بقى خدكم معايا على البحر عشان نتصور. فطرنا ونازلين دلوقتي. هما يشربوا قهوه بس انا خلاص مش قادره مش هشرب اي حاجه. فا ايه رايكم النهارده في الشياكه والغضاضه بس فستان عشان نصور بيه على البحر. ميك اب كتير انا عارفه بس عشان الصوره تطلع حلوه. بس خليني كده اديكم لقطات عن شياكتهم. مس نرمين اقفلي كاميرتك وتعالي ورينا الاوتفيت بتاعك هنا. مس نرمين الاوتفيت بتاع النهارده. ثانك يو. اه معلش الصرف بس الصرف والشنطه. الشنطه يا نرمين. يا جماعه شايفين التشرشر في صرف. ميرسي شكرا اتفضلي يا مس مها. بعد اذنك ممكن تنورينا نورينا هنا بس نشوف بس ال لا ما انا بقول لك انقلي هنا بقى بعيد عن الماشين. ايوه معلش بس عايزين نشوف الاوتفيت بتاع النهارده. كلمينا مين الديزاينر اللي عامل لك الاوتفيت ده. يلا داريو مارينيلي اتونمنت هاند زايمر في كل حاجه بيسكلي بس يا مينلي داريو مارينيلي. واه بجد واه. معاكي اي تفاصيل للاوتفيت؟ انتوا ايه يا جماعه رايحين رايحين ايوه ما هو البحر ابيض. بحر ابيض. عارفه اقول لنفسي انا حاسه ان انا ليه حاجاتي كانت بتبص سمير غانم. ليه لا؟ بس ده انا عاجبني قوي يعني شكله عربي يعني فاهم كده. ثواني وميار يا جماعه اتنين لابسين ده الاوتفيت بتاعها واتنين لابسين الوان الكون. امبارح كنا العكس كنت انا وميار اللي لابسين زي بعض ونرمين ومها لابسين زي بعض. بنتصور هنا. اوكي تعالي ميار. مش باينه جو حر يا جماعه. احنا عشان نطلع صوره حلوه بنتبهدل يعني احنا اكشلي بنرش سامبلوك على رجلينا عشان الشمس. بس الصراحه المنظر ورا حلو قوي. اه المكان هنا عايز تصوير. تابعونا على انستجرام هحط لكم كل انستجراماتنا تحت في الديسكربشن بوكس عشان هتشوفوا صور جامده قوي. وابتدوا يشغلوا بقى سيبونا نرقص بقى. خلصنا نص الفقره بتاعت التصوير ورايحين نكمل النص تاني بس رايحين نجيب بيبسي عشان عطشانين مش قادرين. وبعد كده هنروح نكمل بقيه فقره التصوير على البحر لان لسه لغايه دلوقتي صورتش الفستان. فعايز صور الفستان. فتعالوا على انستجرام عشان تشوفوا الصور دي كلها يعني. خلاص جهزنا
واتصورنا كتير جدا جدا. النهارده اليوم كان مليان تفاصيل. صاحيين من الساعه 7 ودلوقتي الساعه 12 ونص ولسه ما نزلناش الميه, فيعني هناخد بقى مساحتنا وننزل دلوقتي الميه. Super excited. بس بجد النهارده اليوم كان شاق, يعني فعليا كان شاق, كله تصوير من اوله لاخره ولسه مخلصه حالا تصوير بالمايو. فيلا خليني انزل انطلق شويه لان الجو فعليا النهارده حر موت موت. دول البنات قاعدين هنا ميار ومها, فيلا خليني انطلق. طلعنا من الميه وغيرنا هدومنا وقعدت انا وميار بقى نحط ميك اب كده على الهادي. قربي 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 نوريهم. بصوا انا عملت اللي هو الدبل اي لاينر ده, اوكي, وميار حطيت رموش, حطيت النهارده رموش. استني استني, لا استني خليني اوريهم بيك. حلو, لا شكلها عسول. حييته. قعدنا انا وهي مع بعض كده على السرير مشغلين اغاني وقعدنا بقى نحط ميك اب احنا الاثنين. وده الميك اب بتاعي, مش عارفه حاسه نفسي حوله سيكا سيكا محوله سيكا كده الايلاينر او عامل حول بسيط كده. فالمهم حلوين, احنا دلوقتي لبسنا وهننزل, لسه مش عارفين هنروح فين, بس هنتعشى الاول وبعد كده بقى ننزل نشوف هنطيع فين. تمام, فنروح ناكل. احنا ما نعملش حاجه غير ان احنا ناكل. بس صراحه ميار اكلتها ضعيفه جدا, بتاكل قليل قوي. انا طول النهار قليل. ميار كلي يا ميار كلي يا جماعه, مش هتيجي. بصوا هي الصراحه خست كتير, يعني ميار خسه اوفر. بس أوفر. لا اوفر اوفر عن الاول عن الاول. بس, بس عادي يعني. انت دلوقتي بقيتي كام كيلو؟ انا دلوقتي 56 57. يعني الفرق بيني وبينك 6 كيلو. انا اكتشفت ان انا بقيت 50 كيلو, مش عارفه ازاي بس الحمد لله. فوالله العظيم طول النهار عمال يا ميار كلي, اجيب لها سناك, اجيب لها بطاطس. هقول لكم هما بياكلوا ايه ما بين الفطار والغدا والعشاء. بطاطس, تجيب برجر, بيبسي رايح جاي, بيبسي رايح جاي, بيبسي. عايزه بيبسي ميرون؟ لا عايزه زيت ميه بس. يا جماعه عارفين تحسوا اللي دافعين الفلوس وهناخد بيها كلها اكل. اعملي الاكل اللي عندكم يلا يا جماعه. فعلا انا فعليا عماله كل شويه اقول لهم انا عايزه اكسب وزن, انا عايزه اكسب, انا ما بعملش حاجه غير باكل. انا الصراحه وحقي ان انا اكل. انا بفطر واتغدى واتعشى غير السناك والبيبسي اللي في النص غير المخيط. انت محتاجه لما تلفي على في البوفيه انت بتشوفي. ها يا جماعه مين فيهم بيتخن اكتر؟ ايوه ادوني اكتر حاجه بتتخن طوالي في الطبق. فعليا انا محتاجه ان انا اتخن كتير. يعني البنطلون ده انا اول ما جبته من عند شي ان كان فعليا كان مظبوط قوي قوي جد وماسك. دلوقتي يا جماعه انا فعليا لابسه الحزام عشان نلم البنطلون حقيقي, مش قلاقه وكده, عشان نلم بس البنطلون سيكا يعني. فبس كده احنا هناخد نرمين وننزل, ومها مريحه سيكا برده لان مها بتصحى بدري جدا جدا جدا. كلنا صاحيين زي بعض, بس هي عملت, لا اتحركت برده كتير اكتر مننا. يعني احنا برده بطاط قوي, بالذات انا وميار بنركن كتير. اتلونا ماشيين كده واخدين كرسي وقعد. والله احيانا انت في الفلوج بتاعك بتقولي بالذات انا وميار, وما بتقول انا وميار بس اللي بنصحى بدري وعلى طول. ما هو انت بتصحي بدري بس ما بتفرقيش كتير. شايفين انا مش يعني اسمها مش حرمكم من حاجه. اللي بيفرق معاه اللي يقعد بطه بقعد اللي عايز ينزل. هي مديه لكل ذي حق حقه, عارفين كده؟ مش مضايقه حد. فاوكي احنا هنلبس دلوقتي وننزل. الاوضه ضلمه قوي, هننزل نبهدلهم تحت في الريسبشن. مش عارفه والله بجد فندق غريب عجيب. انا سايح لهم دلوقتي. الثلاجه عامله ثلج مش طبيعي لدرجه انها بصوا يعني جمدت لي الباتشز بتاعت العين. انتوا متخيلين جمدتهم لي ولقيت فيها تلج وسايل على الارض. فندق بشع يعني. بس اني وايز يلا خلينا ننزل, هاخد شنطتي وننطلق واشوفكم تحت بقى. بعد ما دخلنا الحمام وحطينا روج, حطيت روج بعد الغداء. وانت حطيتي روج؟ ايوه سيفورا. وانا حطيت اوفيس. حطيتي روج يا مها؟ هنطلع. لا احنا مش حتى روج مش برضه؟ مش حتى روج ايه؟ بالبلد بتاعتي. اوبا اوبا مش عليا بشغل سيفورا. المفروض دلوقتي بقى هنخرج بره نتمشى شويه وهنشوف كافيه كده نقعد فيه, وبعد كده هنطلع بقى عشان مها محضره لنا مقدمه. نطلع مع سامي؟ لا محضره لنا مفاجاه فوق في الاوضه, يعني بعدين بقى هتعرفوها بعدين. انا مش جاي.